كسعد وسيرد عافيمات كي دولدة فدرال كالصومالي وقامين يو سدوها وسيرد عافيمات كي قبل كجذو أي دقمدة دولة والصومالية وحاو كل مكو ليا شيقار كم إذا برشيد الصومالية ذي يكون دول دقمدة سي دولة قيبة الصومالية سدفا انت وركانو ينوغسو دري محمد قني حسين كوسو صومالي جنال دولة الصومالي وصو رماع حبنا وبدي أنا كسعد وسيرد عافيمات كي دولدة فدرال كالصومالية يا مانتا كلن ككلقة ذي قيبة برشيدة حرمت مامولك دقمدة دولة الصومالية وحان شركة دافري عبدولي جمال أو كسودي حبناها مامولك دقمدة وعانا وغورينو كبور هي قيبها بلشدة كسو قيب كلا شركة سي إن باهيا عافماتك جرائسو قدبيان وزارة دا عافماتك سيدوك الوحا وقرادة دارمي وزارة حبنا كسودي إن دادك السيدبا وحو قبطان حق بان حبوبة هاي أركض مستعمل قرآن إنما محرم في بعض الدول المشردة. ثم بارك الله من سر رسمي أو سكرنا وافق. هنا محرم وحاني 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 غير وحاني 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 قرآن إنما محرم. وحي ما تملك أتمني تان بين قدرة وحي من ما ذكر الله بعض. دكتور عبد الرزاق محمود يوسف وكم إذا حمنا وفدكنا يا سنا قابط عسكان لي. أنا واحد من وفدك سعد وسعد عافماتك. بجد أنا نص على أن قبل كذا ولد وحوي. أنا إذا لسعد سينو. إن وسعد عافمات. هاي كل سنة نشوف تيجين يقابين يدبلس قابها عافمات تحب إذا حبوا كذا. كده كل كل سنة قيمين أما أساس خاصاً كل سبسن أبيجد عافمات قبل كذا. وحن وقالين هذا كذا عافمات كذا تكمل كشري هذا وكذا يجي وهذا وخاصية أو بعض ممكن تقول وصل في عيوب هذا كذا عافمات كذا الدولة دولة سير كذا بنسوى برنامج حسوب والله بيا الله بعد السنة دول كده للدولة يمين أي وزارة عافمات أما الدولة كلها كرسوب أو كل ما مشوب أو كل سرعة تسوب هذا كذا عافمات وحن ربنا يا رسول الله أنا في السنة waxaan rabnaa xarumaha caafimaadka in la qalabeeyo waxa la rabaa shaqaale tayo leh oo tababaran oo xirfad caafimaad leh ka shaqeeyaan goobaha caafimaadka mushaharka iyo waxa ku shaqeynaya tababarada iyo waxa soo dhana waxa xaqiiq doonta wasaaradda caafimaadka markii shirkaasi uu soo gabagabobay ayaa TV-gana caalamiga ah ee Soomaali Channel waxa uu si gaar ah wax uga weydiiyay ujeedada wafdigan ay u soo gaareen gobolka Dr. Shire Culey oo ah isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolkan gedo waxaana uu yiri degmo waxaanu hay team dhaqaatiir ah oo ka socda wasaaradda caafimaadka heer central iyo heer gobol ujeedkanagana wuxuu yahay waxaan rabnaa inaan u furgalo adeegyada caafimaad ee gobolka ka jira si aan u ogaano tayadooda iyo tiradoodaba ah taas oo aan rajaynayo wasaaradda caafimaadka ee bariyaha wado barnaamijka EBHS assessment ama EBHS oo ah yaani waxa la yiraahdo caafimaadka aasaasiga si sare loogu qaado marka wasaaradda caafimaadku waxay rabtaa inay insha Allah dilay raado waan waqtiga dhow inay adeegyada caafimaadka ay wax ka qabato wafdigan maanta kulanka la qaatay qaybaha bulshada ee degmada Doolo Soomaaliya ayaa lagu wadaa inay u talaabaan degmooyinka Arwaaq iyo degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo ayagoo hore u soo maray degmada Luuq ee gobolka Gedo Maxamed Xanaasan Kuuso TV caalamiga ee Smart Channel degmada Doolo Soomaaliya